هذه الكلية المتميزة بجامعة الأقصى، متميزة بأقسامها، متميزة بعمادتها، متميزة بمحاضريها، بطالباتها، بطلبتها، بمشاريعها. حصلت الجامعة على اعتمادات لبرامج متنوعة كثيرة في كل المستويات، بدءا من مستوى الدكتوراه ثم الماجستير والبكالوريوس والدبلوم المتوسط. الجامعة أخذت على عاتقها أن توفر لأبنائها خدمة تعليمية راقية. بالعاجل سيتم إنشاء مبنى المختبرات المركزية في الناحية الشرقية من هذا المكان الذي نقف به الآن، وهو مبنى حيوي ومركزي بالجامعة. افتتحنا مباني المختبرات في كان يونس الاسبوع الماضي وقلت الانجاز هذا هو المطلوب، والانجاز تلو الانجاز هو الرد، ولا حديث لاي رد سوى الفعل وليس القول وليس الشعار. امل من زملائي في الجامعه ان يحافظوا على هذا الصرح وأن يحموا جامعة الأقصى برموشهم، لأنني أدرك وأنتم كذلك من لا يحمي ويحافظ على جامعة الأقصى لا أثق أنه سيدافع عن المسجد الأقصى. لم أتي كل ما أود أن أقول أننا معكم وبكم سنستمر ونلتقي إن شاء الله. أرحب بكم جميعا في حفل افتتاح المشغل الفني للأعمال الخشبية بكلية الفنون الجميلة. هذا المشغل بيشكل خطوة جديدة باتجاه تحقيق رسالة الكلية ورؤيتها، وليخدم أكثر من 850 طالب وطالبة موزعين في قسمي الديكور والتصميم الداخلي وقسم التربية الفنية مسار التصميم الجرافيكي.